الأكاديمية الدولية للذاكرة والتدريب ابن باديس وبالتنسيق مع أكاديمية مونيرا سكول ولأول مرة في الجزائر البطولة الوطنية في الحساب الذهبي بمشاركة 420 تلميذ من 20 ولاية، وهذا في إطار التصفيات المؤهلة للبطولة الدولية التي ستقام بمصر. الطبعة الأولى وطنيا المنظمة في قسنطينة وتشمل لأول مرة رياضيات الفيدا. عندنا أيضا فيه ملتقى تعريفي للبرامج الحساب الذهني، فيه أيضا معنا عدة مدربين من أنحاء الوطن معروفين، فيه مشاركة للتلاميذ أكثر من 420 تلميذ، مشاركة ولايات أكثر من 20 ولاية، ونتمنى ونطالب يعني الجهات المعنية بإدراج الحساب الذهني في المدارس، لأن الحساب الذهني يعني راهو يسهل العمل للأستاذ وللتلميذ. أغلب الدول العربية انطلق عندها الصوربان منذ أكثر من 20 سنة، لكن الطفل الجزائري أثبت قدراته العقلية وحبه للتحدي وحقق في هذا الزمن الوجيز أرقام قياسية عالمية لم تحققها دول عربية شقيقة مجاورة أو في المشرق العربي. الطفل اللي يمارس الصوربان نشوفه عنده سرعة التحليل، يعني عنده تخزين سريع للمعلومات، يوم الاختبار عنده استرجاع سريع للمعلومات، وبالتالي هذا رايح ينعكس على الدراسة كاملة. استدعينا إلى هذا الملتقى وهذه البطولة الوطنية التي جمعت أكثر من 20 ولاية وجمعت خيرة برامج ومدربي صروباً على مستوى الجزائر. الحمد لله ملتقى في القمة نتعرف والتقينا فيه بأساتذة أكفاء وأساتذة لديهم بصمة في المجتمع ولديهم بصمة لدى التلاميذ وتركوا أثر طيب لدى الجميع. هذا الملتقى وهذه البطولة بإذن الله تعالى سوف تكلل بنجاحات وببطولات وبملتقيات أخرى قادمة. تواجدين في غرفة التصحيح أين يتواجد مجموعة من الأساتذة الأكفاء، أساتذة خارج مجال الفيدا والحساب الذهني، وهذا لكي نحافظ على مصداقية العمل. تتم عملية التصحيح باتباع الحل النموذجي، حيث التنقيط الكامل هو 80 نقطة كاملة. إذا كان الطفل ودار 60 عملية صحيحة يتحصل على 60 نقطة من 80 نقطة من المجموع الكلي. جيت به نقدم روحي وإن شاء الله نخدم نوصل أهل المراتب إن شاء الله نكون من طوب طبوة. شوفي بطولة الوطنية لبرنامج الصوربان الجزائري، هذه تجربة كانت ممتعة.